تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية مستغنم خلال عملية الدعم لقوات الشرطة في مراقبة مدى احترام مواعيد الحجز المنزلي بإحدى أحياء المدينة في حدود الساعة 7 مساء والربع. لفت انتباههم شخص مشكوك في أمره ارتبك وحاول الفرار بمجرد مشاهدته لمركبة الشرطة حاملا في يده حقيبة يدوية خاصة بالنساء، وبعد توقيفه ضبط بداخلها صفيحة من المخدرات وبجانبه مركبة من نوع رونو سامبول بيضاء اللون مرقمة بترقيم ولاية مستغنم وعلى متنها 3 أشخاص من بينهم امرأة. التحقيقات الشرطية مكنت من توقيف ممول سالف الذكر من المخدرات، حيث تم توقيفه وبحوزته صفيحة ثانية من الكيف المعالج، بينما كان على متن مركبة من نوع رونو سامبول سوداء اللون مرقمة بترقيم ولاية مستغنم. مواصلة التحقيقات مكنت من الإطاحة بباقي أفراد العصابة ليرتفع العدد إلى العدد المتورطين بطريقة مباشرة إلى 4 أشخاص تتراوى أعمارهم بين 27 و 55 سنة من قاطني ولاية مستغنم، وحجز كميات أخرى من المخدرات لتبلغ الكمية الإجمالية المحجوزة 716 غرام من الكيف المعالج.